بالفخامة ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 لمبة الريوس، شايفين هذه ليش؟ علشان توضح أي شخص مار ينتبه أن السيارة جالسة ترجع ورا. هذه وشي؟ هذه جينيسيس جي 90 لوموزين. السيارة اللي تشوفها هذه طولها تقريبا أو بالضبط 5 متر و94 سنتي. ما شاء الله تبارك الله، خليني بصورها لكم. شوف هذه العادية، هذه العادية. شوف كبر حجم الباب بس، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف شيء من الآخر، بسم الله ما شاء الله. شغل الكاميرا لأن احنا بالمواقف اللي تحت فتكون ضعيفة الإضاءة. نقصر الأصوات المكيف ونعطيكم عدسة واسعة. اعطونا رايكم بالفخامة بس، شوفوا الوسع وين بس، ما شاء الله. المراتب شيء من الآخر، تطريز شكل مراتب الجلد، وين بعد هنا. طيب طبعا طول الموتر مثل ما قلت لكم 5 متر و64 سنتي. الماكينة نفسها اللي هي 8 سلندر بحجم 5 لتر بقوة 420 حصان، والعزم 520 نيوتن، والجير 8 سرعات. هذه الحجم، هذا اللي تشوفون هذا الدفع رباعي. الجنس الجي 90 انتم عارفين، شيء يجي دفع خلفي وشيء يجي دفع رباعي. طبعا هذه الفئه هذه مثل نظام السيارات الفارهه او الحجم الكبير اللي يسمونها اللوموزين. اقرب ما له زي المايباخ. المايباخ انتم عارفين في شيء حجم كبير وفي شيء حجم صغير، هذه جايه بحجم المايباخ الكبير. شوفوا ما شاء الله، والدفع رباعي وغير كذا، له تعليق خاص يختلف عن الجينيسيس العادية. الحين بنزل وصوره لكم على السريع. شيء من الآخر، التصميم الخارجي نفس شكل الجي 90 العادي بس ان هذه اطول. شوف الاسم وين جاي، هذه اسم الفئه جي 90 لونج، يعني جايه اطول وشاصي اطول ومساحه اكبر واوسع بالطول. بس شكل الخلفي صراحه فخامه، هذه اذا تبي فخامه سيارات كلاسيك نكهه كوريه او سيارات كلاسيك الفاخره الكوريه، تعتبر افخم السيارات الكوريه. هذه السيارة هذه من الخارج ومن الداخل كل شيء كلاسيك. عندك الجنط اللي جاي بشكل عجيب وروع صراحة. طبعا في كثير من الناس أول ما نزل وانتشرت صورها ما عجبهم، لكن لما شافوها على الطبيعة دخل مزاجهم. تبارك الله، جاي حجمها كبير وطويلة ما شاء الله تبارك الله. الوسع كله وين؟ بالصف الثاني. بفتح لكم المراتب الحين تشوفونها. أعطونا رأيكم. الانوار الاماميه، انوار LED، خط LED، حساسات مستشعرات، 4 كاميرات، اكيد كل مواصفات الجي 90 اللي شرحتها لكم قبل كلها موجوده ما شاء الله تبارك الله. وريكم جهه السواق الحين، هذه جهه السواق. بحكم اني شارح لكم انا من قبل جهه السواق فما راح اركز عليه. شوف لون التخشيب والتطريز صراحه بدعوا بالالوان. سماعات مكسيكو، زاوية من فوق ماشي. طبعا هنا عندك اللي هو تنقض عميات اللي يخرج عن اليسار، تحكم الكرسي الكهرباء. شوف 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 المراتب بس ما شاء الله، شعار جينيسيس على المسند، شيء من الاخر. خل بركب ورا واكمل لكم الباقي. هذه ان شاء الله ما يزعجكم صوت الهواء. شوفوا جهه الراكب، شوفوا حجم الباب كيف كبير، لان الوسع والرحابه كله وين؟ بالصف الثاني. الستاره جايه هنا وهنا، والتطريز اللي جاي باللون البيج والتخشيب المتناسق مع اللون اللي جايك على شكل بيج فاتح او هلوس. هنا ذاك التخزين مراتب، تقدر تتحكم بعد الكرسي الصف الثاني. الحين نجي للفخامة. شوف أول شيء هذا تقدر تتحكم بالكرسي الكهرباء حق الراكب، وإذا تستحمرت بس كبسة زر.
شايفين المرتبة اللي قدام حق الراكب راح تنزل. شوف مقعد بزنس بأفخم طيران. شوف ما شاء الله تبارك الله شيء من الآخر. خل بعد المرتبة ونرجع نكمل لكم الباقي. سكرته فرجع بالشكل هذا. نفس الوقت ترجع المرتبة حقت الراكب الأمامي. لأن البحر بجنبي وصوت هواء نقول إن شاء الله ما يزعجكم. ودي أحط لكم العدسة الواسعة علشان تشوفون أفضل. لأن لو بحط الصغيرة بتجي بزي كذا ما راح يتبين لكم كل شيء. لكن خلونا على العدسة الواسعة. وركزوا معي وكحلوا عيونكم بالفخامة. شوفوا ما شاء الله. نسكر الباب أبوه بشفط أكيد. ما شاء الله تبارك الله. وبفتح ستار عشان تعطينا ضوء اكثر. بالله اعطونا رايكم. ما شاء الله تبارك الله. هذه انا اشوف الفخامة الكورية. هذه من افخم السيارات الكورية. سويت ملكي كوري. ما شاء الله تبارك الله. اعطونا رايكم بالله. شوفوا شكل المراتب. انا صراحة عجبني نقشة المراتب. شوفوا شلون جاي. طبعا هنا نشوف ايش فيه. مساحة تخزين. وهنا بعد مساحة تخزين. وهنا عجبني شعار الجينيسيس على شكل 3D وبارز. خلينا نشوف وش الموجود تحت هنا. مخارج 12 فولت USB. وعندك هنا بعد شاحن وايرلس. وهنا تقدر تتحكم بالشاشة الأمامية والشاشات الخلفية اللي هنا اللي جاي بحجم تقريبا 9 انش. وهذا تقدر تتحكم بالمكيف وفي تسخين وتبريد. وهذا حق ستارا. انا بخليها مفتوحه زين علشان تعطينا اضاءه اكثر. خلونا نسكر هذا. والله تحفه كوريه فنيه صراحه ابداع. انا ما ودي تقول رايك الا اذا شفت السياره على الطبيعه. انا متاكد انك بتخق على الموتر بدون اي كلام. شوف سماحات لوكسكون. فتحات التكييف عندك هنا اللي جاي على الجوانب. وعندك وين هنا. تو انا باقي هذا التخشيب بجي الحين. بس خل اوريكم بعض الاشياء. هذه الاضاءات اللي بالسقف. طبعا بشكل عام سيارات جينيسيس بدون سقف بانوراما تجي. هذا السقف باللون البيج شموا. الباقات اماميه جانبيه اكيد ما فيها كلام. طيب خلونا نكمل على الأشياء اللي تحت. وش عندنا هنا تحت؟ نقول أول شيء هنا بسم الله. هنا حامل أكواب. وهنا مساحة تخزين. وهنا ما في شيء. إذا بتسكر يجيك بالشكل هذا. التخشيب جايك بالأسود اللامع. فتحات التكييف اللي عندك هنا. وعندك هنا التخشيب بعد جاي على المراتب مع إطار الألمنيوم اللي جايك باللون الفضي. شوفوا ما شاء الله تبارك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله صراحة من الآخر. وهذه جهة السواق اللي صورت لكم قبل شوي. والشاشة هذه عارفينها من قبل. فيها أربع كاميرات تحكم بالمكيف. كل هالأشياء هذه بحط لكم الرابط التجربة اللي جربت. لا الثمان سلندر ولا الست سلندر. بحط لكم الرابط تشوفون باقي التفاصيل. هذه جهة المكيف والتسخين والتبريد. صراحة فخامة من الآخر. ما شاء الله تبارك الله. عجبني التطريز اللي جاي هنا. كامل الديكور اللي جاي بالنص. وهذه الشنطة. شنطة كهرباء اكيد. وبس سلامتكم. الاطباء ترمش عندك عشان التصوير ولا ما فيهم شيء. ما شاء الله تبارك الله. الواجهة الأمامية مع النور مفلسة. لا طول الوقت. كاميرات طبعا 360 درجة. نعطيكم. شوفوا بضغط الزر اللي هنا ليستح المرتبة. وبيكم تعيشون الدور كأنك ماسك خبطي الحبيب. إن شاء الله تبارك. لو تلاحظون الحين الشركة الكورية ما شاء الله تبارك الله
السنين اللي راحت قاموا يبدعون، صاروا يشتغلون صح، ما في الا قوة تبديع، تصاميم خارجية، تصاميم داخلية، الأغلب سياراتهم بشكل عام سواء جينيسيس أو سيارات هوندا، شغل متعوب عليه واضح إن الجماعة جالسين يشتغلون شغل مو طبيعي. جايبين موديلات أنت والسيارات، شوف شلون تغير جذري يعني موديلات قديمة اللي قبل. أقول والله يا الجي 90 الجديد 2020 جميل جميل، استباط الخلفية، الواجهة الأمامية، الموتر من الآخر. طبعا هذا العادي وفيه لوموزين وضحت مع الإضاءة. هذا العادي وريكم لوموزين، لوموزين صورته لكم بالنهار، بنزل لكم إن شاء الله باليوتيوب. شوفوا هذا لوموزين، هذا الشاصي طويل وبواب، لو تشوفونه شوفوا 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 ما شاء الله قمة الفخامة. هنزل لكم باليوتيوب بإذن الله. لكم الدخل يعني 6 سنوات ما قطعت. ها ما شاء الله تبارك الله، صراحة جميل فخم الموتى. شوفوا مرات الكريم.